الدعوة في هذه الندوة الصحافية خاصة بمهرجان فاس الفكاهة النسخة ديال الثالثة المنظمة من طرف جمعية الفكاهة المتحدة للثقافة وفنون. هذه الندوة اللي هي على واحد النكهة خاصة لأنها ما تتخصصش على كل ما هو فكاهة من خلال الومشو ولا ستاند اب ولا كذلك الفيديو اللي كنشوفوهم مختلف المهرجانات ديال الفكاهة في المغرب، ولكن هذه الدورة هي متميزة من خلال افتتاحها على كل شوارع الفكاهة من خلال الكتابة، كذلك من خلال ورشة تكوينية، من خلال المسرح، من خلال السينما، من خلال كذلك الكاريكاتور ومجموعة ديال الأشياء اللي كان كنا نشوفوها وكنا نضحكوا وتبلغ واحد الرسالة من الفكاهة والسخرية. شكرا على التواجد مجموعة ديال الممثلي الإعلام من مختلف المنابر المسموعة ولا المرئية ولا كذلك الصحافة المكتوبة ورقية أو كذلك الإلكترونية. شكرا على سعة الصدر ديال مؤسسة لاشيم على تلبية الدعوة وتحتنا الفضاء باش نعقدوا هذه الندوة. نعطي واحد الكلمة مقتضبة باش نهضروا بزاف، لأن الهدف من هذه الندوة هو بأن ناخذ معكم أفكار، اقتراحات، آراء، كذلك انتقادات للإمالة باش إن شاء الله نحاول نطبقوها من خلال اليوم ديال الافتتاح ديال هذا المهرجان، ونتمنوا بأنكم تكونوا حاضرين معنا بكثرة. نعطي كلمة سي محمد العالمي وهو رئيس